صحيح سي خالد، سؤال ديالك محل، ولكن اليوم ملي تنتكلموا على وليد ركراكي، وليد ركراكي ولينا عارفين الطريقه اللي تيلعب بها، ولينا نعرف عرفنا حتى التواصل ديالو مع المجموعه او مع اللاعبين، شفنا التغييرات ديالو كانت في المحله لا في الهجوم لا في وسط الميدان، شفنا الطريقه كيفاش دبر الامور ديال المنتخب مع ضد المنتخب البرازيلي. تنعرفوا البرازيلي عنده لاعبين مهاريين وعرف باللي غيخصو على الاقل يتحكم في وسط الميدان، وقد ما تحكم في وسط الميدان ديال المنتخب البرازيلي غادي نشوفوا القوه ديال المنتخب الوطني. صحيح شفنا المنتخب الوطني القوه ديالو دائما يعني في المجموعه خروج الكره من عند الحارس للدفاع لوسط الميدان في قلب الهجوم، هادشي شفناه، شفنا الكواري يعني تيمشي بروفوندور، شفنا على الاطراف نويع في المباراه. اهم حاجه في المباراه يعني 15 دقيقة أو 16 دقيقة شفنا المنتخب يعني كل شيء كلهم مسوا يعني الكواري، وهذا شيء جميل. مين تتمس أنت الكرة وأنا تنمس الكرة وتنبدا نلعب واحد النهج تكتيكي ديال وليد الركراكي، عرفنا باللي الحمد لله بدينا نتحكموا في المباراة. بصراحة نقولوها يعني ما كانش عندنا واحد التخوف شخصيا، حنا ملي كنا جالسين ولا الجمهور اللي كان جالس، نشكروا الجمهور اللي حضر بواحد القوة، حضر بواحد الكفاءة، بواحد الكثافة يعني في الملعب.